تابعنا مع حضراتكم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 واللي بتشارك فيها مصر ببعثة بتعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، بعد ما وصل عدد اللاعبين في البعثة المصرية ل 146 لاعب ولاعبة، منهم 134 لاعب أساسي بالإضافة ل 12 لاعب ولاعبة احتياطيين. كمان النهاردة مصر هتلعب مباراتها الأولى في منافسات كرة اليد مع منتخب البرتغال، وعن كل هذه التفاصيل المشاركة المصرية في الأولمبياد ومنتخب اليد بينضم إلينا على التليفون الأستاذ حسن السعداني الناقد الرياضي في جريدة اليوم السابع. أستاذ حسن أهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الخير يا أستاذ إيمان، بصبح على حضرتك وعلى كل السادة مشاهدين كسترا نيوز وبرنامجكم كيف. نظرة عامة منك كده على المشاركة المصرية وعلى البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، واللي زي ما قلنا من شوية أنها بتعتبر الأكبر في تاريخ المشاركات. طبعا احنا شفنا بعثة كبيرة جدا، لكن حتى الآن المنافسات المصرية في اليومين اللي اتلعبوا كانت إلى حد ما مخيبة بشكل كبير. المباريات أو الألعاب الفردية اللي اتلعبت النهارده كلها أو فجر السبت يعني كلها كانت نتائج غير مرضية خالص. الرماية والسلاح حتى ميار شريف اللي كان متوقع إن هي توصل لمرحلة متقدمة برضو خرجت. كل النتائج النهارده كانت وداع للتصفيات في الرماية برضو، حتى بطولة الرماية اللي كانت سابقة للأولمبياد كانت عندنا برضو كانت النتائج متواضعة جدا. برضو النهاردة كانت النتائج في الرماية والسلاح وتنس الطاولة كمان كانت مش بقدر يعني. احنا الوصول للأولمبياد عامة هو إنجاز انك انت تكون موجود وسط الكوكبة من المنتخبات والفرقة دي. أكيد لكن طبعا مصر بتاريخها مصر كمان أكتر دولة يعني عربية حصدا للميداليات. طبعا احنا بنشوف الدول العربيه موجود فيها يعني اعداد وفدها مثلا بيبقى 6 و10 و15، احنا بنتكلم على 100 و140 و130 لاعب. لا بعثه كبيره جدا، المفروض ان النتائج تكون مرضيه اكتر. طيب من كده خليني ادخل على طول مباشره في منتخب اليد. الحقيقه انه خلينا كمان نكون منصفين استاذ حسن، نكون منصفين كده ونقول انه الحقيقه منتخب اليد شرفنا كتير جدا، وكان في بطولات كتيرة وأخرها يمكن كان لما كنا بنتابع بطولة العالم وشفنا الحقيقة أداء مبهر من منتخب اليد. إيه توقعاتك لمنتخب اليد؟ هل متوقع أنه يبقى فيه يعني حاجة إيجابية تحصل النهاردة؟ طبعا متوقع منتخب اليد. طبعا احنا عارفين اليد هي اللعبة الشعبية الثانية في مصر بعد كرة القدم. لها قاعده جماهيريه كبيره جدا. منتخب اليد بتاعنا كمان منتخب مشرف، لما نتكلم على كريم هنداوي والطيار وبكار ويحيى الدرع وعلي زين وقداح ودودو سيف الدرع وممدوح هاشم وسام نوار لعيب وسند طبعا واحمد الاحمر، كلها لعيبه كبيره جدا عندها خبرات كبيره جدا تقدر توصل لمرحله متقدمه. احنا المجموعه بتاعتنا طبعا مجموعة مش سهلة، لأن احنا المفروض إن احنا معانا الدنمارك والسويد والبرتغال اللي احنا هنقابلها النهاردة واليابان والبحرين. يمكن اليابان والبحرين هم أضعف منتخبين. اليابان البطولة على أرضها، لكن دي أول مشاركة ليها من سنة 88. منتخب إلى حد ما متواضع كتير جدا في كرة اليد. هنقدر نتجاوز ده، احنا كنا موجودين وسط أفضل 12 منتخب في العالم في الدورة الأولمبية. ده في حد ذاته إنجاز. وشفنا حتى زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي بطولة العالم الأخيرة احنا خرجنا قدام الدنمارك بعد ماراثون كبير جدا، والدنمارك كانت الحقيقة كانت مباراة مبهرة جدا. وحتى انه احنا يعني رغم ان انت مش كسبان الا ان انت راضي وحاسس انه هم عملوا اللي عليهم واكتر. هي الكرة فيها المكسب والخسارة والتعادل طبعا. لكن المهم يكون الأداء رجولي، اللعيبة عملت اللي عليها وقدمت مباراة بطولية بصراحة، والفريق اللي طلعنا هو اللي خد البطولة. فاحنا بنتكلم على منتخب أصبح من القوى العظمى في كرة اليد يعني. الدنمارك. كنا بنشوف طبعا كنا بنشوف فرنسا كانت مسيطرة ومستحوذة على البطولة دي، لكن في آخر 5 سنين تقريبا الدنمارك لا فرضت وجودها بقوة. احنا النهاردة بنواجه البرتغال، المفروض ان كافه المنتخب المصري هي الارجح ان احنا نقدر نتجاوز البرتغال، لان الماتش كمان الجاي مع الدنمارك وهي مباراه سعريه ومباراه كبيره جدا. مهم جدا ان احنا تكون الانطلاقه بتاعتنا او الستارت بتاعنا في البطوله قوي بشكل مميز. واعتقد ان احنا نقدر نتجاوز النهارده نحقق نتيجه ايجابيه قدام البرتغال ان شاء الله. التعويل في هذه البعثه على ايه بالظبط؟ على ايه ابرز الرياضات اللي حضراتكم كناس نقاد رياضيين وناس متابعين جيدا للشأن الرياضي بنعول على ايه في هذه البعثه؟
والله احنا عندنا طبعا منتخب كرة القدم رايح حاطط هدف قدامه في تارجت ان احنا نرجع بميدالية من هناك على الاقل خلاص نوصل للمربع الذهبي. شفنا الانطلاقة بتاع منتخب كرة القدم طبعا منطلقة مميزة، احنا بنلعب اسبانيا هي المنتخب الاعلى سكواد في البطولة لحد دلوقتي. انت بتتكلم على منتخب السكواد بتاعه عامل تقريبا 536 مليون مقابل منتخب مصر 18 مليون يورو، فلا الفارق كبير جدا. ومع ذلك احنا قدمنا مباراه كويسه الى حد ما دفاعيه، لا ده ما كانش مرضي لبعض الناس، بس احنا بنلعب منتخب اسبانيا المنتخب المرشح الاول ان هو ياخد البطوله دي السنه دي. فاعتقد كمان لكن الصعوبه اللي حصلت ان الماتش الثاني في المجموعه ما كانش النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لنا. فكره ان هزيمه الارجنتين من استراليا اول ماتش واحنا نلعب الارجنتين ثاني، فما قدمناهاش حل غير ان هي تفوز، كمان استراليا بالفوز ده عززت موقفها من الصعود. فاعتقد ان المجموعه صعبه لكن كتيبه شوقي غريب والرجاله ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجه. منتخب اليد طبعا من ابرز الرهانات اللي موجوده في طبعا في الالعاب الفرديه، لكن المستوى اللي ظهرت بيه الالعاب الفرديه اليومين اللي فاتوا لا ما كانتش مش يعني مش عايزين نرفع سقف طموحاتنا قوي. احنا كمنتخب مصر طويل جدا اللعيبه الاسماء، انا عايزه اسماء بتشوف ان هي ممكن نلاقي منها اداء مختلف حتى لو كان في لعبه جماعيه، يعني حتى لو في منتخب اليد مثلا في اسماء معينه بعينها مركزين معاها انتم كمتابعين للشان الرياضي او في الالعاب الفرديه او ابطال حاصلين على ميداليات قبل كده زي مثلا التايكوندو او رياضات اخرى حصلوا بالفعل على ميداليات فيها سابقا. اولا احنا بس عايزين نقول ان منتخب مصر عبر اكتر من 100 سنه في الاولمبياد حصدنا في الاولمبياد مش حصدنا في من الميداليات مش كبير جدا، احنا بنتكلم على 32 ميداليه المنتخب بيشارك بقى له اكتر من 100 سنه. ده طبعا مش يعني مش رقم مش كبير، مش الرقم اللي يليق بمنتخب مصر، منتخب بتاريخه وعراقته دي كلها. عندنا طبعا عندنا رمضان درويش في جوده، واحد من ابرز اللاعبين اللي عليهم الرهان السنه دي. عندنا طبعا النجمه هدايه ملاك في التايكوندو طبعا، دي صاحبه برونزيه ريو دي جانيرو في 2016 برضو من ابرز الناس طيب. المرشحين طيب وكمان انا سيف عيسى في التايكوندو، يعني في لعيبه كتيره جدا. نعم انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يعني نظرا لضيق الوقت استاذ حسن السعداني ناقد رياضي في جريده اليوم السبع، شكرا جزيلا ليك.